محمد سلمان تبيع وحاو كل شيء مجالدة لاليس سنة كبركو هاكون يسقال بقول يكوبيا فرتنكي سيدوين شاقي ولالكي شامع سلمان تبيع وحا ساو كبر باري مجالدة بربرا محمد سليمان تبيع والذي لقب بملك الصوت الصومالي ولد في مدينة بربرة الساحلية في شمال الصومال عام 1941. محمد سلمان وحاو كوكا عمي مقالة بربراء مركي تنبيع به دنتين وحاو قورين مقالة برعو محمد سلمان مركي مداه هو يدي يقويس كودة انتي كلا وكوان ولا مقالة برعو ايا وحاو وريغي مقالة جبوتي سيدة ولالكي ويشاغي عندما كان عمره 10 سنوات ذهب إلى مدينة برعو ودرس فيها الخلوة وتعلم القرآن والأحاديث النبوية واشتغل فيها بالصناعات اليدوية. وبعد فترة قليلة ترك العمل والخلوة وسافر إلى جمهورية جيبوتي. جبوتي مركي ومدة شوقي هالك عفن كيس وكسر بالعبي أيها الرانتي لحدن كي مركي حريد أي سود ويد وحوس ورجعي مقالة هرجيسة هالك عصو وكذا قريب قلي مناسبة دي هي فانتسي لو سميني على ساركا سنة كي يكون يسقال بقول يلحدن كي ده أنت يدنبنا فن كيس عدا لوجا ورهم مايو وهبك قبم بوها نحريستي شنا الله كورابيو إن حيث التقى خاله وأخوه الأكبر جامع سليمان والذي يعد من أشهر وأعظم الشعراء والملحنين في تاريخ الفن الصومالي الكلاسيكي. نواصل الفن والغناء عن هذا الفنان الرائع الصومالي ويواصل معكم الأستاذ طارق الزين له التحية. محمد سلمان مركي أبربرتي دولتي دحية صوماليا الوكالة يعيد لك صوماليا وحاو كمدها صومالي دي مغنقة شي ودنك الدنمارك سنة كبركو هالما دي كوني أفرية طوانكينا وحاو كو غيريو دي حريستي جنال الله كورابية ودنك الشرملكا ومتى صوماليا دي بو ميسو هذا القادين مركا لغا رابة دبعا إنهي سيهيسة أي ولكو راحيستان لكن وحنوم علينا سؤال وين باكت هاجن مرك قف كاجا ما جع على حس ويدو وما تكلا يكون حصان حس محمد سلمان بن عاوه هل كنوا تشوجنا فلان كسوق من قابي دارق سين بالله إلى هذا وحاول سكت الماما يسوي له يهي محمد سلمان كي غير سودان
عليكم دار. وعليكم السلام. الحال؟ تمام. السلام الله يسوس سلام ودك السودان كورين تالله اسكعن قاعد. الحمد لله. إيه والله سو في عنا. في عنا الحمد لله. في صومالي قاعد أقول كفي أي عربي قاعد. في صومالي قاعد يري قرينا يوم. محمد سليمان كالسودان بالبلا صوما. محمد سليمان تبيع يعني وانش عليها يعني. ما شاء الله. وي اديق الله كوح الولا محمد سليمان تبيع سوداني تبيع سوداني ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اف عربي انت يا رقاني بودافي مركا انت الدم برخد عيسى ايه يجي ترجمية ومقالة بخرتوم دقن برخد واحد ويديسا دارق سين محمد سليمان يسي سبحوك جعلاوي قال لي استاذ دارق لماذا حبيت اغنيات حق محمد سليمان تبع الله يرحمه من كل الشعب السوداني يحب الاغاني الصوماليه من زمان لانه كان تيجي حليم الصوماليه وكان يجي تبيع السودان وفاطمه قاسم واحمد ناجي واحمد ربشه وفنانين الصوماليين كانوا يجوا الى السودان والسودانيين يمشي الى الصومال فكان يعني في تبادل ثقافي بينهم من احنا الصوار كنا نحب الاغاني الصوماليه لانها تشبه الغنى السوداني والدم واحد الثقافه واحده وكل شيء نتفق فيه نحن ايوه نعم وحيولي شعب غريب السودان هاي هاي بريقوه روح النوي من شريبو والفنانين تي صومالي دا كمي دا هايين فاطمة قاسم محمد سليمان حليمة خليفة ويقادو تشعلايين بركا وحيولي مادام يسلح قلين فنكي السودان يكي صومالي دا ايانو تشعلاني بو والفنانين تي صومالي دا نانو نقود دينو وانو هايسنو سيدو دي وحانا نوداق نابو لقنا بدن sida deenay wajiyadeen oo kale ay soo eegiin dhanka qoyiga ee khardum la yiraahdo ee dhanka fankana waynu soo eegnahay buu ku yidhi waxa weydiisa xuska maxamed saleeban goormuu ku dhashay 200 شغالين معي اصحابي صوماليين ايوه سمعت تبيع أيوة. سمعت اللميدة داشو ايوه اللميدة داشو ويخليشو عجبني خلاص انا الضريب والحمد لله سلموه امين الله عليهم ايوه وحبيتهم قلت لازم الفنان ده فنان تمام لازم انا اسمع كثير ايوه من الوقت ذاك من سنه 90 سنه 90 ايوه خلاص انا لازم افهم اقول محمد سليمان تبيع من الوقت ذاك انا فكرت لازم اعرف الاغاني بتاعته وانا شغال كل العمر ده عشان انا اجي اليوم ده انا اعمل الاغاني حقته يا سلام اي تاريخ وحي ولو كل يسقال بقول يسقاشن كي وحان جوجي بوري ليبيا مركا وحان دقيست بور هاس وقايد جري محمد سليمان وترى هذا لا ميدا داشو اوي كودري داشو طينا صيد وغانتي انو دايم يقول صوت دعية هاي هاي مركا وان تعلا دي بوري jacayl ka noo qaaday sagaashan ki wuxuu ugu dhaliyay inaan si wado 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 walaa warka soo gaarsiiyo marka saas ma noo sheegay een waxaad ku tiraahdaa muusiga Soomaalida ma jiilkoodi horun bay yaqaanay dadoodi hore mise dhalinyaradan dambena way yaqaanaan reer Suudaan galeeg yaani alalham حق الفن الكلاسيكي زي مصطفى احمد ايوه انه قريب من الحان الصوماليه وتاني الشباب حقكم الشباب حق هفيا السودانيين هل عندهم يعني الحان زي كذا زي زمن محمد سليمان الحان وهو الحان حق ابراهيم كابيلي زي كذا الحان بتاع محمد سليمان هو اقرب للميوزك السوداني أيوة. ليه؟ لانه هو تاثر بالشكل بتاع الفرقه أيوة. السوداني عشان سيد خليفه محمود وردي حمود الريح فنانين سودانيين هم يجوا هناك الشكل بتاع الفرقه كان أيوة. نفسه بعدين في فنانين سودانيين مشوا الصومال عملوا من انستيتيوت اوف ميوزك ايوه في الصومال أيوة. اسمه مصطفى وكذا فنانين يعني من أيوة. فهو محمد سليمان بيجي الميوزك حقه زي السوداني يعني نفسه ايوه الالحان لكن هسه الالحان مختلف شويه حق الشباب بالشباب مختلف مختلف ايوه لكن محمد سليمان هو نفس الالحان بتاع الفنانين الاول ايوه ايوه غرامي 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 ايوه عبد السلام هاسين ورا محمد سليمان قائد الشريه رجل لما تكهيا الصوماليه هل حنودي يا انك رجل يجي لا تشيل هالرجل رجاس بوري لحنده دو سودو ينبوري لكن هذا بل يرد أن وضعك السودان كنا ولا هاستا لحنده دو كدو ينبوري حتى صدى عنو فريسنا بوري كوحر هذا مركب حتم السا
إذن الأستاذ طارق الزين، ما معنى هذه الكلمة الذي قد قمت بنطقها الآن؟ نستيحه. ماذا؟ اسم مقع. قبل مقع.
كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقراب هذا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إهل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي دي هاقا مالية ديد واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي اوكي شي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط ما كلش بتحل مفرم $10 بعد كلش بنكرتها شنبات كلش بنكرتها شنيه تومبات كلش بنكرتها لبات تومبات كلش بنكرتها